أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مال وأعمال، والذي سنستعرض فيه أحدث الأخبار الاقتصادية وسنناقش أهم ما يتعلق بمشاريع التنمية في رؤية كويت جديدة 2035. ولكن كالمعتاد نبدأ الحلقة بموجز متجدد يستعرض مواضيع اقتصادية منوعة ويبرز أخبارا اقتصادية وإقليمية ودولية بعد هذا الفاصل. نستهل موجزنا الاقتصادي السريع بأهم وأبرز منشطات هذا الأسبوع. وزير النفط الدكتور محمد الفارس يؤكد دعم دولة الكويت لجهود أوبك بلس الجماعية الخاصة باستقرار الأسواق وتعافي الاقتصاد. وذكرى مرور 75 عاما على انطلاق أول شحنة نفط كويتية في حدث تاريخي. المملكة العربية السعودية تخطط لإنشاء ثاني شركة طيران وطنية لتعزيز النقل الجوي. بريطانيا تواجه نقصا في الغذاء بسبب الجائحة والبريكزيت. أعزائي المشاهدين، فقرتنا التالية راح تتضمن بعض أهم التغريدات خلال هذا الأسبوع. بكم من جديد في برنامج مال وأعمال، وسوف نتعرف معكم مشاهدينا على ركيزة من ركائز التنمية المرتبطة بموضوع حلقة اليوم، والتي سنتطرق من خلالها لموضوع الاقتصاد المتنوع المستدام وأهمية إشراك القطاع الخاص في خطة التنمية. تابعوا معنا التفاصيل من خلال شاشة مال وأعمال. We'll be right back.
مشاهدينا الكرام، يسعدنا أن نستضيف معنا اليوم في فقرة تحت المجهر الدكتور محمد العبد الجاد، رئيس مجلس إدارة شركة إدارة المرافق العمومية. ولكن في البداية دعونا نتعرف على السيرة الذاتية لضيفنا ولنعود. ومجددا اهلا بكم، ونرحب بضيفنا في الاستديو الدكتور محمد العبد الجاد، رئيس مجلس اداره شركه اداره المرافق العموميه. وراح نناقش مع ضيفنا اهم ما يتعلق بالمرافق العموميه ودورها في دعم الاقتصاد وتحقيق رؤيه الكويت 2035. في البدايه نرحب فيك دكتور محمد. شكرا، حياك الله، وايضا الى جميع اخواننا المشاهدين اللي قاعد يشوفوا برنامجكم. نعم دكتور محمد، في البداية حابين أن نطلع أكثر على مهام ودور شركة إدارة المرافق العمومية. نعم، شركة إدارة المرافق العمومية هي أحد شركات الدولة، شركة حكومية مملوكة بالكامل للهيئة العامة للاستثمار. تأسست سنة 1982. الهدف في البداية من إنشائها كانت تحت مظلة وزارة المالية، عندما استشعرت الدولة آنذاك أن مع تطوير منطقة العاصمة عدم وجود مواقف للسيارات، فأسست هذه الشركة كي يكون عملها خارج إطار الحكومة، طبعا منضوية تحت قانون التجاري، تحت قانون الشركات. ثم في الألفينات بدأت تتطور الشركة، أضيف إلى أغراضها المدن العمالية والمدن السكانية، ايضا يعني عندنا ان شاء الله استراتيجيه مستقبليه لاضافه بعض الاغراض لتنويع اعمال الشركه. يعني مثل ما قلت لك بالنهايه هي احدى اذرع الشركات او اذرع الهيئه العامه للاستثمار، وهي شركه يعني تقوم باعمال مهمه جدا. تقريبا احنا يدخل مرافقنا شهريا 1 مليون مستخدم، يعني بالسنة عندنا 12 مليون مستخدم. في احنا نملك يقارب من 44 موقف، 14 منها مواقف متعددة الأدوار، والبقية هي مواقف سطحية نقوم بصيانتها وإدارتها وحمايتها وتنظيفها. أيضا ندير نيابة عن الدولة 4 مدن عمالية، طاقتها الاستيعابية بالكامل 20,000 عامل تقريبا، أيضا نقوم بنفس الأدوار صيانتها و يعني إدارتها بشكل كامل. إدارتها بشكل كامل، مثل ما يقال يعني إدارة مرفق كامل يعني. نعم، ولكن إذا تكلمنا عن الأماكن التراثية، ما هو دوركم في المحافظة على هذه الأماكن أو تحسينها؟ نعم، بالتأكيد أيضا إحنا لدينا يعني ضمن أغراض الشركة إدارة الأماكن التراثية، تحت إدارتنا ساحة الصفات، تحت إدارتنا مشاريع مثل دروازة العبد الرزاق، وتحت إدارتنا سوق الذهب المركزي، وهذه كلها معالم أصبحت الآن معالم تاريخية. الشركة في طور الاتفاق مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب لتسجيلها ضمن المنطقة التراثية للعاصمة. طبعا ساحة الصفات كما يعني يعرف المشاهد أيضا إحنا نديرها، نقوم بصيانتها. أي أحد يريد استخدام هذه الساحة، يعني مثلا قبل سنتين شركة نفط الكويت في الأعياد الوطنية سوت فعاليات، محافظة العاصمة بواسطة السيد المحافظ عملوا أيضا فعالية فيها.
أحيان يعني قبل جائحة كورونا كان عندنا معارض للمشاريع الصغيرة وللشباب كانت موجودة في ساحة الصفات، وأيضا سوق طبعا سوق الذهب المركزي هذا الحقيقة معلم متفرد، لأن وزارة التجارة لديها دورين في هذا المكان، فالتجار الذهب يدمغون الذهب عندنا في ويقومون بكل الإجراءات. فعلا هو سوق مركزي، مثل ما قلت احنا معلم، يعني احنا تحريصين على أن يتم تسجيله كمعلم من معالم الكويت. نعم. التراثية. إذا تكلمنا عن الأماكن التراثية، شنو خططكم لتطويرها؟ احنا طبعا عشان يعني بس المشاهد يكون الامور واضحه، احنا ندير هذه المرافق نيابه عن الدوله، طبعا فيها بعض الاماكن التجاريه محلات وكذا نقوم بتاجيرها، ولكن احنا نقوم بحراستها وصيانه مرافق. فمثلا عندنا في ساحه الصفات في نافوره كبيره احنا نقوم بصيانتها، في الان مثل ما قلت لك في طور الاتفاق يعني اتفاق مع المجلس الوطني للثقافه والاداب ان نضع ممكن نضع كورنر يتحدث عن الساحه وعن تاريخ الساحه، يعني قاعد في توقيع ان شاء الله اتفاقيه. نفس الشيء في سوق الذهب المركزي. جميل. بقيه المرافق الاخرى، في بعض المرافق الحقيقه يعني صار عليها مثلا تقارير انشائيه وكذا، احنا سلمناها الى الجهات المختصه فيها. نعم. اذا تكلمنا عن المدن العماليه، كان لكم دور بارز في إدارة المدن العمالية، هل تعتقد أن المدن العمالية بات من الضرورة توسيع هذه المدن العمالية؟ الحقيقة تجربة الشركة في إدارة المدن العمالية تجربة ناجحة جدا. إحنا لدينا 4 مدن، 2 منهم مدن يعني قديمة لها عمرها الآن أكثر من 20 سنة، في الرقعي وفي أمقرة. في عندنا مدن العمالية الجديدة تعتبر نسبيا جديدة، واحدة في صبحان والثانية في شدادية. وللأمانة يعني مثلا شدادية أنا أعتبرها قصة نجاح. ليش؟ لأن المنطقة في شدادية حوالينها فيها مشاكل في البنية الأساسية، فإحنا استطعنا رغم كل المعوقات وكل الصعوبات أن نخلي المدينة تشتغل بالكامل. خلال فترة أزمة كورونا كل العمال اللي داخل سكننا محميين الحمد لله، يعني من فضل رب العالمين. في شركات مهمة كبيرة داخل سكن العمال، منها مثلا على سبيل المثال شركة مطاحن الدقيق اللي كانت تزود الكويت كلها بالمخابز وب يعني المؤونه، اسمها يعني مدينه متكامله بجميع خدماتها. نعم. يعني هي للامانه المدينه لما استلمناها في تقريبا 2016 كان مثل ما قلت لك حوالينها كان نقص كبير، يعني الماء في بنية كبيرة يعني غير فقط كهرباء. استطعنا أن نديرها رغم كل الصعوبات. اليوم هي تقريبا يعني من المدن اللي شغالة، وعندنا عليها سيطرة كاملة من الناحية الأمنية، من الناحية الصحية، من ناحية يعني، وفيها أيضا قاعدين الآن مع وزارة الأوقاف راح نبني مسجد جنبها، فيها مكان تجاري حق اللي يشترون منها الأعضاء. قلت لك يعني بالذات منطقة شدادية للأسف هي منطقة بعيدة، وكان المفروض يكون حوالينها مدينة صناعية تأخرت شوية، فإحنا مضطرين أن ندير هذه رغم كل المعوقات. وأنا أمانة يعني يمكن مشاهدين أول مرة يسمعون، أنا بالنسبة لي هي قصة نجاح يعني إدارة هذا المرفق بالشكل اللي إحنا قمنا فيه. نعم. حابين أن نتوغل أكثر بقصة النجاح هذه، إلى أي حد خدمت المدن العمالية البلاد خلال جائحة كورونا، وأيضا شنو كانت إنجازاتكم في هذه الظروف تحديدا؟ يعني مثل ما قلت لك انا ان الحمد لله رغم كل يعني كل انتشار الجائحه الصحيه لم تسجل عندنا ولا حاله، في وهذا دليل على ان احنا نطبق الاشتراك
الاعطاءات التي يعني للجهات الرسميه مثل القوى العامله كانت تقول انا في الابتعاد في تامين صحي. مثل ما قلت لك اكو شركات مهمه، شركات اغذيه، يعني لو واحد منها لا سمح الله وصل الى غذائنا ممكن تنتشر، ومع ذلك سيطرنا على ما ابي اقول يعني دورنا الحقيقه كان وقائي حمى يعني لحمايه هذه الاشخاص مع في المجتمع. واعتقد ان مثل ما تفضلتي يعني ان خطه التنميه الان حسب يعني ما ان هناك اتجاه لمدن عماليه، لان خاصه احنا الطاقه الاستيعابيه اللي الشركه تقوم فيها بسيطه جدا. حسب البيانات احنا عندنا 300 الف عامل، هذه العقود حكوميه، هذه يفترض ان يعني يكونون في مدن عماليه، او القوى العامله تضع اشتراطات لسكنهم، فعشان يسكنون في اي مجمعات اي شيء لازم تكون في اشتراطات معينه، ابتعاد وكذا. احنا نطبق هذه الاشتراطات طبعا متى ما يعني انشئت مدينه وجات، احنا يعني بالنهاية سنقوم بإدارتها إذا تم الطلب منها في هذا الجانب بإذن الله. دكتور محمد، مستمرين طبعا أكيد معك، ولكن نذهب لمشاهدة هذا التقرير ولنعود. مدينة صبحان للعمالة الوافدة هي واحدة من أربع مدن عمالية أساسية في البلاد، مدينة ذكية وتجمع أكثر من 3300 عامل يقدمون أعمالهم لشركات وجهات عديدة في البلاد. المدينة متكاملة بخدماتها المصاحبة إلى جانب توفير الأمن والسلامة والإدارة المثالية من شركة المرافق العمومية الكويتية. طبعا مدينة صبحان للعمالة الوافدة تابعة لشركة إدارة المرافق العمومية. المدينة هذه تشيل تقريبا 3300 عامل، موفر لهم مجمع تجاري هذا من كل شيء، يعني من صالون، محل تليفونات، من مطاعم، من جمعيه، سوبر ماركت، من بحيث انه ما يحتاج شيء يطلع برا، يعني كل احتياجاته هني. حدث مثل نجاح المدن العمالية خلال أزمة كورونا، حيث كانت إحدى كبرى شركات الدقيق والمطاحن تعمل بكل طاقتها العمالية والتي تتجاوز 7000 عامل، والفضل يعود لجمع هذه العمالة بمدينة عمالية سهلت كثيرا تنقلهم وتطبيق الاشتراطات الصحية. إذن واقع طموح للمدن العمالية في الكويت يتطلب بناء مدن جديدة في الفترة المقبلة لكي تواكب الضرورة الملحة لخلق بيئة سكنية وخدماتية متكاملة للعمالة الوافدة، بعيدا عن نزوح العمالة للسكن الخاص أو المناطق الداخلية. رائد الشمري لتلفزيون دولة الكويت. رجعنا إلى ضيفنا في الاستديو الدكتور محمد العبد الجادر، رئيس مجلس إدارة شركة إدارة المرافق العمومية. أهلا وسهلا فيك دكتور محمد من جديد. يا أهلا فيك دكتور. شفنا التقرير وجهودكم طبعا واضحة في إدارة المدن العمالية، ولكن قبل الفاصل تحدثنا عن خطة التنمية. نعم شنو دوركم في دعم خطة التنمية؟ طبعا احنا هنا جهه منفذه لاحدى مثل ما قلت لك احدى اذرع الشركات الحكوميه التابعه للهيئه العامه للاستثمار. فدورنا في خطه التنميه هو تنفيذ الخطه في حال اي طلب. اثنين، احنا نطلب احيانا في مجلس الوزراء او في المجلس الاعلى للتخطيط للتحدث عن التجارب وعن ما هي خلينا نقول النقاط السلبية أو النقاط الإيجابية. يعني دورنا بالأخير إحنا يعني مثل ما قلت جهة تنفيذية، وأي شيء يطلب من الشركة من خلال الجهات المعنية نقوم بتنفيذه في هذا الجانب. طبعا لما نتكلم عن التنمية شيء طبيعي أنه لازم يكون هناك دور للقطاع الخاص، ولكن شنو علاقة شركة إدارة المرافق العمومية في القطاع الخاص؟ نعم احنا طبعا الشركة صحيح هي شركة حكومية، ولكن تقريبا احنا شركة إدارة جل أعمالنا
قاعدين نوجهها إلى الإخوان في القطاع الخاص من عبر مناقصات أو ممارسات. يعني مثلا على سبيل المثال إحنا ما نقوم في موضوع الحراسة مباشرة، مثلا في جمع الأموال، في بناء أي مرفق من المرافق، النظافة، الحراسة، هذه كلها إحنا نتعامل مع الإخوان في الجهاز عبر مثل ما قلت لك عبر المناقصات، عبر طرح الممارسات. بالنهاية إحنا نسعى إلى أن يكون هناك تكامل بين القطاع العام والقطاع الخاص. بدون القطاع الخاص الحقيقة لن نستطيع تطوير أعمال الشركة، خاصة اليوم نحن نتحدث عن عندنا توجه لإدخال الأتممة والميكنة في الأعمال، فإحنا نستعين في القطاع الخاص خاصة في مجال الاي تي، في مجال الكمبيوتر والحاسبات. تعرفين يعني اليوم مثلا إدارة المرافق هذه كلها تتطلب أن يكون هناك نظام، سيستم للمراقبة، سيستم لإدخال البيانات، سيستم للقوائم المالية. هذه كلها لن تكون فقط من أعمال الشركة، هذه كلها بالتعاون مع الإخوان في القطاع الخاص. نعم، يعطيكم العافية وقواكم الله. ولكن لدينا مصطلح الآن اقتصادي مرتبط بموضوع الحلقة، نشوفه ونرجع. رجعنا إلى ضيفنا في الاستديو الدكتور محمد العبد الجادر. دكتور محمد، في ختام حلقتنا حابين نعرف ما هي المشاريع المستقبلية للشركة، ودور أو أين موقع الشباب أيضا من هذه المشاريع؟ أول شيء الشباب طبعا مثل ما قلت لك إحنا يهمنا الآن أن نعين أكبر شريحة من الشباب المتعلم، طبعا شركة المرافق لأن شركة تتبع الدولة، فإحنا لازم نعلن وأعمالنا كلها تحت الأجهزة الرقابية مثل الإخوان في ديوان المحاسبة. طبعا من أهم المشاريع المستقبلية هي تطوير المواقف اللي موجودة عندنا، أتممت أنه يكون كلها عبر الآبات، ندخلها عبر الآب. يعني الحمد لله أن خلال فترة جائحة كورونا استطعنا بسرعة أن يعني نخلي المواطن يدخل على بواباتنا إلكترونيا إذا حب. طبعا ايضا الشباب نعطيهم فرص كبيره جدا مثل ما قلت لك في عندنا في ساحه الصفات، في كثير من اخواننا في اتفاقيه وقعناها مع المشاريع الصغيره للشباب ولانشطه الشباب. انا شخصيا يعني ان شاء الله متفائل ان الشركه في يعني في طور مستقبل قريب في طور توسع. لدينا فكره حتى الان مع الهيئه العامه للاستثمار لاضافه بعض اغراض للشركه تضمن هذا التوسع وادخال مزيد من الشباب في الفرص الوظيفيه والتعيين. نعم، الدكتور محمد العبد الجادر رئيس مجلس اداره شركه اداره المرافق العموميه، شكرا جزيلا لك على تواجدك اليوم معنا. مشكورة، شكرا جزيلا. مشاهدينا، وصلنا معاكم إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع، نلتقيكم إن شاء الله الأسبوع القادم وحلقة جديدة من برنامج مال وأعمال وموضوع جديد. إلى اللقاء.